شو بك أخي؟ شو صار؟ ما تواخذيني مدام، شكلها عطلة التاكسي، روحي شوفي لك شي تاكسي تاني. وقف! مين بيركض بنص الطريق مثل المجانين بالله؟ قليلي ليك، أنا كنت شاردة شوي، لازم روح مكان ضروري، بترجاك اترك لي. إذا بدك تضلي تركضي بنص الطريق فأكيد رح تموتي عن قريب. أنا آسفة ليك، بصراحة أنا ما عندي وقت لحتى أحكي معك بشي. ليك أنا لازم روح بسرعة لو سمحت، بعد من طريقي. وشكراً كتير إنك أنقذت حياتي، ماشي؟ لا، ما رح خليكي تروحي بهالسرعة، خاصة وانت بهالحالة. ليكي ممكن تتأذي وتوقعي بمشكلة أو يصير معك شي، يعني لك انت بس قلي شو لك علاقة شو بيصير معي. عم قلك رح انتبه على حالي، انت ليش مهتم كتير فيني؟ لأنه بصراحة بكل مرة بشوفك فيها بتكوني واقعة بمشكلة مثل هي أو حتى أكبر منها. مرة كنتي رايحة على المخفر واليوم عم ترقدي بنص الطريق، تماما مثل المجنونة. كل حدا ممكن يواجه مشاكل بالحياة، بس حل المشكلة يمكن يكون بابتسامة صغيرة. لحظة، ليك انت ما عندك فكرة شو هي مشكلتي ابدا، لهيك الاحسن تضل بعيد عني وعن مشاكلي وتركني بترجع. طيب ليش ما بتقلي لي شو هي مشكلتك؟ ليكي انا كنت عم حاول ساعدك وانتي ضربتيني كف، مو عيب عليكي تعملي هيك؟ شو مشكلتك انت؟ قلت لك بقدر دير بالي على حالي، واذا بدك تكون شرطي عام معناها روح ساوي هيك بشي مكان تاني، ماشي؟ انا ما عندي وقت لاتناقش معك بالمرة. لك لا والله بهاي الايام الطيبة ما بتنفع. انت شو بتقربني؟ قلي شو بتقربني؟ اذا بدك تبين الاهتمام بينه لغيري انا ما بدي، خلص بكفي. لحظة بترجاكي تسمعيني شوي. ايوه لك انا العشاء اليوم عم يتقتلوا مرة تانية وبنص الطريق. أنا بتشكرك مرة تانية لأنك أنقذت لي حياتي، بس أنا لازم روح. شكراً لك. بس على القليلة لك وافق قليلي شو اسمك؟ لك لا إيه؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.